يقولون إن هارون الرشيد وزوجته زبيدة اختلفا في نوعين من الحلوى أيهما أطعم، فدخل أبو يوسف قاضي القضاة فتنحت زبيدة فسأل الرشيد أبا يوسف أيهما أفضل، هذا أم هذا؟ فقد اختلفت أنا وأم الأمين أي زبيدة. ماذا قال أبو يوسف؟ قال يا أمير المؤمنين لا أحكم على غائب. هو لم يقصد أن يطلب الطعام، لكنه أراد أن يدفع السؤال عن نفسه حتى لا يخسر أحدهما. لكن الرشيد أمر بنوعين من الحلوى فأتي بهما إلى أبي يوسف، فطعم من هذا وأكل من هذا حتى شبع. فلما فرغ سأله الرشيد، قال له ها أيهما أفضل؟ قال يا أمير المؤمنين قد اصطلح الخصمان، يا أمير المؤمنين قد اصطلح الخصمان. فهو كأنه يشير من طرف خفي أن اطوي الأمر عني. فضحك الرشيد وقبل وأجازه، أعطاه 1000 دينار. علمت زبيدة أن الرشيد أكرم أبا يوسف 1000 دينار، وهي تريد أن تكرمه لأن أبا يوسف حفظ مقام الزوج وحفظ مقام الزوجة، حفظ مقام أمير المؤمنين وحفظ مقام زبيدة أم الأمين. ماذا فعلت؟ أعطت زبيدة لأبي يوسف 1000 دينار إلا دينارا، وهذا من الحكمة حتى لا تكون مساوية لزوجها. هي لم تعطيه أعلى ولم تعطيه شيئا يسيرا لا يقبله، وإنما أعطته 1000 دينار إلا دينارا حتى تظهر كرامة زوجها، حتى تظهر كرامة زوجها. ومن هنا نفقه جيدا قول الله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.